بيس الازازه بيس بيس لازم اوصلها للنص بالظبط بيس بق واحد بيس 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 يا غبي الدرجات انا السبب كان لازم توصل للنص بالظبط بيس ايه ده روح كل ده ملوش معنى بيس افتكر كلام الدكتورة بيس. بيس لازم تكتب الافكار دي على ورقة لازم تكتب الافكار دي على ورقة لازم تكتب الافكار دي على ورقة افتكر كلام الدكتورة لازم تكتب الافكار دي على ورقة فين قلبي بيس. لو كتبت بقلم تاني الدرجات هتطلع وحشة لازم الاقي القلم بيس. لو كتبت بقلم تاني الدرجات هتطلع وحشة بسببك القلم بيس. القلم الألم بيس. الألم الألم بيس. الألم لازم أهدى الألم لازم أهدى الألم درجة طلعت وأنا في الحالة دي الدرجة الألم وحشة الألم لازم أهدى الألم كل ده ملوش الألم بيس. لازم أقاوم الأفكار دي دكتور الألم كده لازم تسمع كلامها الألم بيس. الألم الألم لو ما سمعتش كلامها الدرجة هتطلع وحشة الألم لازم أسمع كلام الدكتور لازم أسمع كلام الدكتور الألم لازم أسمع كلام الدكتور الألم لازم أسمع كلام الدكتور لازم أسمع كلام الدكتور لازم أسمع كلام الدكتور لازم أسمع كلام الدكتور الألم 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 لازم أسمع كلام الدكتور لازم أسمع كلام الدكتور الألم لازم أسمع كلام الدكتور الألم لازم أسمع كلام الدكتور لازم أسمع كلام الدكتور الألم 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 لازم أسمع كلام الدكتور لازم أسمع كلام الدكتور الألم لازم أسمع كلام الدكتور بيس 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 بيس